يا معتزي بالعزوة الأحمدية، هذا شطر من بيت في قصيدة تصور قصة، القصة من قصص قبيلة الحامدة من بني سالم من حرب، من مفاخر قبيلة الحامدة ومن مفاخر قبيلة حرب، لا زال الرواه يرددونها ولا يملون من ترديدها، ويذكرها لنا الآن الراوي الشعبي الكبير مبارك بن سمران الترجمي. هذا يروون إلى قدامنا قصص، الحمد لله الآن تغيرت المواضيع، نعم. تغير الحكم، تغير، نعم. الحمد لله، والله يديم علينا هالحكم اللي نفتخر به وعازنا، ولا نلقى حكم بعد احسن، نعم. منه ما نلقى، نعم. ابدا نهائيا. والاحمدي هذا قام طلع النبوه ما هو فيه، وانا امي وانا ابويا يمه قالت والله ابوك اخر شيء علمت النذبح مذبوح، مذبح قال اذبح فلان ابن فلان فلان من الفلانيه من القبيله الفلانيه بعيده، نعم. روح على الولد يسال عن ابوه اللي ما ندري وش كبره وش صغر من ذاك الوجه، راح ينشد عن ابوه، ينشد عن ابوه، واول ما يغلط في ابوه ما بخير، نعم. وروح يسال عن ابوه لين طب حول الديره اللي فيها يذكر فيها ابوه، ويت عنده هاك العرب وجدي نزله كبيره، ويت عنده وخفف بنفسه وسمى نفسه مديبر، مديبر يدبر مع الحريم ويجلس مع الحريم ومع الناس، ومع الناس اللي يمشي حاله، ومع الناس اللي ما هم كبار، خفف بنفسه يخفي، نعم نعم. عند يوم من الايام العرب ذولي عندهم واحد ولد اسمه نمران، ما حد قده ابدا، ما حد قده وشايف نفسه، ولا يسكن هالبنات غير في الزبديه زبادي، طاسه بيضاء وطاسه نظيفه، وغير البنات يتمنى ان يشوف النمره، نمره 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 نمره، هاك اليوم قلب صراحه معه وفرغنا مع نمره، مع نمره. ويوم جاء نص المسافه وهو يلقط هاك الحجره مروه، قال هذه وش تمناها يا مبيبخ؟ استهزيت، قال اتمناها حليقه ما اعطيتني لابني امي، قال اقصر الخمر. يعني تحليق يعني زبدة، اي زبدة، انا تزحلق من السكة، اي زبدة زبدة يقول تحليق تزحلق من السكة، نعم. اي قام يهزين، انا اتمناها غرتها الفرس مطلة مع الريلة، بس ان الفرس طار قال قال جا من هناك جا من هناك، انا تتمنى جا، نعم. ولا يوم صابها الولوار ولا يوم قام يتدرج يوم شاف الخيل لما انفلتت والقوم وهو يشرد البندق معه وهو يتفع من يده من ذلك وقعد للقوم وقعدت مع البنت الصغيره بنت العقيد، عقيد القوم كبيره، قعدت معه صار كل الملح وهو يرمي بسرعه لين كسر القوم، كل ما رمى ياخذها من جنبي وانا ابو حمد، خذها من كفي وانا ابو حمد مديبر، يقول يقول مديبر كسر القوم، يوم كسر القوم ولا يجور، رجعت الحلال ورجعوا الناس ورجعوا جو الصايح، ونمراني خرج من هاك الجحر وانا مشكك ثوبه بالنار، مشكك ثوبه بالفتيل، فتيل البندق معه، اول البوريد غير مفتل ما فيه ناري زي الحين، وعطى بندق وروح قال تقول قول انا كسرت القول، امس الليله وامس الليله البنت خلاص راح طار عقلها اللي مع البنت، خلاص طار عقلها تغير مديبه وما مديبه اللي ليش مديبه الاول؟ ايوه
جاب العيد زي العادة ولو يتعلمون وكيف صرفهم وكيف يأكلهم بيض الله وجهك المراد. البنت انصدمت صابها مغص نقاها وبيض الله وجهك المراد وطلع وكسرت القوم وكيف يأكلهم ها يتعلمون على القهوة. قام ضمت القهوة وضمت الدلة والبنت تقرط وتجي من النار. قال قصتك صبت القهوة يا يبا أول مرة تتعيش الدم ما يدري، لكن هذا من الواحد صدره. إي قصتك القهوة يا يبا يا بنت روحي قال أعطيه ولا ما تعطيه. فأعطوها الدلة ويتروح للرجال عند النيفة. إي وش بده الرجال عليه؟ قالت يا قلعة ومني عشاقها من الراس إن كان ما تبخل بروحك عليا. يا شارب الدخان يا ملح قرقاس يا معتزي بالربع الحمدية. هو يرتفع تغير الموضوع. قال ما لي هوا يا أبو خديت إن كم الماس ما لي هوا لو سمت روحك عليا روحك على رأضة وروحي على يأس مزول ما غلق الدين عليا. والناس تنتهي تغير الموضوع تغير الوضع كله. والحريم مرة من الفضيحة مرة من الفضيحة روحوا شروا الناس وكل شرى من عنده. ويوم شروا الناس وعمه يمسكه أول بنت قال يا ابن أخي علمنا القصة. يا والله ومن غريم أبوك روحوا من غريمة يا غريمي فلان ابن فلان. قال الله الله أقابل أنا أبو أنا عمك عندهم فرح وأعطيكم مطية تركب عليها وأنا أخذ مطية والحالي ما تروح معي. ولكنك تنتبه للي يقول لك كيف حالك يا فلان وشلونك يا فلان عساك طيب يا فلان اعرف انه هو قريبك قريب ابوك. ها قال بس مخدر. ويوم جاء عند المجلس هو يعلمه زي ما قال عمه خلاص روح وذبحه اما ثري ابوي عليه. ويوم ذبحه وهم يجون ماشيين تليم مع تمموا على بعضهم مع الطريق. قال عساك غلبت يا ابن اخي. قال والله غلبت. قال طيب تمنى. قال ابن اخي خويتي. قال وجاتك. قال انا عوني الذنوب يا عم. قال والله انا عوني البنت. قال لا والله الذنوب. ايوه. قال مع السلامه. عاد ما يرجعون في كلامهم ولا ولي. نعم. اعطى كلمه خلاص. قال مع السلامه. ويوم جاوا البنت تنطح وين فلان يا يبا؟ يا والله روح لاهلك ويطق ونامي كما انا اقول وسلامتكم. الله يسلمك. وهذه علومه الاحمدي من العلوم اللي ترفع الراس. علومه عزوه الاحمدي. ايوه وهذه علوم وسلامتكم.